السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا احبابنا، معكم سيف في قناة تربية الحسون. بون، اليوم جيت برك نهضر على واحد العفسة. الجماعة اللي سقسوني بزاف على الحلبة واش دير بيها، على حساب العين ولا على حساب واش راك دير؟ اش على جال العين خوتي؟ من نيتكم الحلبة بعد على جال العين؟ يعني بون، الحلبة انا نديرها على جال في العش، على جال الفاش، باش من غدوة كي تكون حاضنة لافومال، تسمى كي تدور لي العش وتولد البيض وتحضن عليهم، ما ينوضش الفاش خاوتي، ما يكونش الفاش الحمد لله. والحاجة الثانية انه الفروخة تاعك يخرجوا، ما تحكمش فيهم الجملة. بون، عليكم دوك نجي هنايا. ها وليكم العش تاني. ها وليكم العش. ها سمعتو خاوتي، نقطع برك الساشية. أيوة بسم الله. اي فوالا. بون، اسنى خالتي دقيقة برك، الحلبة مليح تهرسها خلاص، ماشي كيما انا راني فنيان على روحي ما هرستهاش بيا. اوليك من العش هذا الدوزيام. اوليك هاي الحلبة كنت تشوفو فيها. بون، ليسونسيال خاوتي هذه هي حكاية الحلبة. بون، الفوائد تاعها بزاف خاوتي، نديروها في المشربية للحسون، للكناري، تسرح الأمعاء، تداوي الفروخة، تنحي الدودة، بزاف حوايج. والفائدة الأخيرة هذه نستخدمها أنا في نستخدمها أنا في العش هكذا خوتي، باش نيفيتي الفاش. هذا ما كان خوتي، وبالتوفيق للجميع.